السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا، قناة المعرفة للقصص والحكايات. حكايات نحكيها وقصص نرويها، وهدفنا إحياء الشغف وإعادة فن القصة والحكاية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا بنقل المزيد إن شاء الله. وقصتنا لهذا اليوم إن شاء الله بعنوان المرأة التي يتمناها كل رجل. ضع السماعات واستمتع معنا. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الغفور الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان. كانت هناك ربة بيت، كان يمدها زوجها كل يوم بمصروف البيت ولمدة 13 عاما، لكن لم يكن يعجبه ما تقدم له الزوجة من مأكل ومشرب، وذلك مقارنة مع ما يمده بها من مال، وكان دائما ما يلومه على ذلك ويشتكي من قلة الطعام وقلة الصرف. وفي كل مرة كانت تقدم له الحجج وتخلق له الأعذار. وذات يوم كان عائدا من العمل إلى بيته، فصدمته إحدى السيارات فأصيب إصابة شديدة، تطلبت نقله إلى المستشفى، وبعد الكشف عليه تبين أنه مصاب على مستوى العمود الفقري، وأنه يحتاج لعملية جراحية مستعجلة، وإلا أصيب بالشلل مدى الحياة. ولكن المسكين لم يكن يملك تكاليفها الباهظة، وأيقن أنه هالك لا محالة. لكن وبعد مرور نصف ساعة تقريبا، تقدم منه الطبيب وأخبره بأنه سيجري له العملية، وليس عليه أن يهتم بأمر المبلغ. وبعد إجرائها له ومرور حوالي 15 يوما، بدأ وضعه الصحي في التحسن، وصار يمشي على قدميه مرة أخرى، وخاصة بعد خضوعه للترويض، إلى أن تعافى كليا وكأنه لم يصب بالمرة. ولكن سؤال طالما حيره، وهو من دفع تكاليف العملية. وذات يوم توجه إلى المستشفى، وبعد استفساره عن الأمر كانت المفاجأة، ولم يصدق الأمر وما سمعته أذناه. رجع إلى البيت مسرعا، وبمجرد دخوله توجه إلى المطبخ وأمسك بسكين في وجه زوجته، وهددها إن لم تقل له عن مصدر المبلغ الذي دفعته مقابل إجراء العملية سوف ينهي بحياتها. سمع ابنها البكر صراخها، فجاء الابن وصدم لهول ما رأى، فقالت له الأم: قل لأبيك عن مصدر قيمة العملية التي أجريت له. فقال أحمد: يا أبي، لقد كنت دائم الغضب والتعصب على مأكلنا ومشربنا، ولم تكن تدري أن والدتي حفظها الله كانت في كل مرة تمدها بمصروف البيت، تارة تنفق نصفه وتدخر النصف الآخر، وتارة تدخره بأكمله. وذهب أحمد مسرعا إلى غرفته وأحضر حصالتين كبيرتين قد أفرغ محتواهما، ولم يبقى بهما سوى دراهم معدودة. المال مالك يا أبي. فأسقط الزوج السكين من يده وانحنى على قدمي زوجته يقبلها
شكرا لها على صنيعها، والدموع تغرق عينيه. فانحنت الزوجة بدورها وأمسكته وهي تبكي وتقول: ليس لنا في الدنيا سواك من بعد الله، إنني قمت بتصميد المال لوقت الشدة ولمثل هذا اليوم حتى لا نضطر إلى التدين من الغير، فنعم الزوجة الصالحة.